أوصاها والدها أن تركض من أجل حريتها وشعبها، فوضعت الصومال في قلبها وسعت لرفع علمه في البطولات العالمية ليبتلعها البحر مع حلمها وتتحول إلى ملهمة لجميع الصوماليين، ويخلدها رسامون وأدباء عالميون في أعمالهم. سامية عمر، صومالية تحدت الموت. ولدت سامية يوسف عمر عام 1991 بمقديشو بالصومال لعائلة فقيرة عجزت فيها عن إكمال دراستها، وكانت والدتها عداءة سابقة فشجعت ابنتها على ممارسة العدو. الصدمة الأولى في حياتها تلقتها حين قتل مسلح والدها أثناء تجولها معه في إحدى أسواق مقديشو، وكانت كلماته الأخيرة أكبر دافع لها على المضي نحو حلمها، إذ قال لها: أنت محاربة صغيرة تركض من أجل الحرية، وبفضل قواك الخاصة ستخلصين شعبا بأكمله. العدو نحو الحلم. كلمات والدها وظروفها الصعبة وحبها للصومال، كل ذلك حملته في قلبها وبدأت بالعدو نحو هدفها لإثبات حضور وطنها في المحافل الرياضية العالمية، لتشارك بسباق مقديشو السنوي وتحصل على أول ميدالية لها، وصورة مع قدوتها بالعدو آنذاك محمد فرح، العداء الإنجليزي الجنسية الصومالي الأصل، ولتطمح يومها أن تكون أسرع امرأة في الصومال، الحلم الذي حققته عام 2006 بفوزها بسباق هرجيسا، إذ حصلت فيه على ميداليتها الثانية ووضعت قدمها على أول درجات البطولات العالمية، إذ تواصل معها مسؤول اللجنة الأولمبية طالبين منها تمثيل الصومال في مسابقة دولية في جيبوتي لتحقق حلمها الكبير، بقرار اللجنة بأن تمثل سامية الصومال في أولمبياد بكين عام 2008. بكين، خسارة بنكهة الانتصار. بساقين هزيلتين وطقم رياضي بسيط وحذاء تبرعت لها به سيدة سودانية، شاركت سامية بأولمبياد بكين 2008 بين منافسات يرتدين ملابس رياضية من ماركات عالمية، وأوكل تدريبهن لطاقم تدريبي محترف. فوارق لم تستطع المتسابقة الطموحة التغلب عليها في تلك المسابقة العالمية، إذ وصلت متأخرة عن البقية بفارق كبير وسط تصفيق الجماهير التي علمت أن مشاركة سامية كانت في حد ذاتها نصراً ساحقاً على الظروف وقلة الموارد وآلام الحروب، لتضع الصومالية نصب عينيها رفع علم بلادها في أولمبياد لندن القادمة، لكنها لم تتخيل الصعوبات التي كانت تنتظرها. الهروب من الموت إلى الموت. فور عودتها من بكين تلقت سامية تهديدات بالقتل والترهيب من قبل حركة الشباب المتشددة، لتجبر العداءة الشابة على ترك وطنها متوجهة لأثيوبيا والبدء من الصفر، فلجأت للعمل بالتطريز نهاراً والتدرب ليلاً، الوضع الذي كان أصعب من أن تتحمله، فلم يبقى أمامها أمل إلا الهجرة كي تصل إلى أوروبا وتمثل وطنها في أولمبياد لندن، فقررت أن تبدأ رحلتها إلى السودان ومنها إلى ليبيا فأوروبا، فركبت البحر كي يحملها مع حلمها إلى إيطاليا، لكن حلمها كان أكبر من أن يحمله البحر، لتغرق العداءة الشابة عام 2012 مع أحد قوارب الهجرة وتموت في عمر 21. النهاية التي رفض الكاتب الإيطالي جوزيه كاتوتسيلا الاعتراف بها حين وثق مسيرة حياة الفتاة في روايته لا تقولي إنك خائفة، إذ كتب نهاية سعيدة للفتاة الحالمة وجعلها تنجو من الغرق وحقق حلمها على الورق بالمشاركة بأولمبياد لندن. كذلك خلد الرسام الألماني راينهارد كلايسيت قصة سامية عمر في روايته المصورة حلم الأولمبياد، التي أطلق النسخة العربية منها في العاصمة السودانية الخرطوم عام 2017، تخليداً لاسم يستحق أن يتذكره الصوماليون والعالم أجمع، لفتاة ضحت بحياتها في سبيل حلمها ووطنها، وكانت قد قالت في أحد لقاءاتها:
نحن الصوماليون لا ننظر إلى الوراء، نحن فقط نمضي إلى الأمام.